مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. المناطق الشمالية هناك انخفاض على درجات الحرارة تدريجي اعتبارا من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، لكن بقية المناطق أجواء حارة في النهار، حارة نسبيا في الليل، باستثناء المناطق الجنوبية الغربية هناك فرص لسقوط بعض الأمطار المتفرقة أحيانا. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد بداية الانخفاض تدريجي على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية العظمى 36 والصغرى 22، الشمالية الشرقية 35-22، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 39-27، حارة نسبيا إلى حارة في النهار، تقريبا معتدلة إلى حارة نسبيا في الليل، وأيضا المنطقة الوسطى 39-29، وأيضا حارة في المنطقة الغربية 39-30، وأجواء غائمة جزئيا في المناطق الجنوبية الغربية، وفرصة لسقوط بعض الأمطار المتفرقة أحيانا 28-17 درجة مئوية. يوم الاثنين انخفاض آخر على درجات الحرارة في المناطق الشمالية وخاصة الشمالية الغربية 34-22، المناطق الشمالية الشرقية أجواء مغبرة وحارة نسبيا 37-22، أجواء حارة في المنطقة الشرقية 38-29، وحارة في المنطقة الوسطى 40-30، وحارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الغربية 36-29، وأجواء غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة أحيانا في المنطقة الجنوبية الغربية والعظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الثلاثاء إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، الشمالية الغربية 34-20، الشمالية الشرقية أجواء مغبرة 35-21، أجواء حارة في الشرقية 38-28، وحارة في الوسطى 40-30، وحارة في المنطقة الغربية 38-29، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية وسقوط بعض الأمطار المتفرقة 26 العظمى والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الأربعاء انخفاض واضح على درجات الحرارة في المناطق الشمالية بحيث تكون أقل من معدلاتها، العظمى في المناطق الشمالية الغربية 31 والصغرى 20، الشمالية الشرقية 31-19، أجواء معتدلة في النهار ولطيفة في الليل في المناطق الشمالية، والمنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة 38-28، وحارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الوسطى 39-30، وحارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الغربية 37-28 درجة مئوية، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع سقوط زخات متفرقة من مطر 26-17 درجة مئوية. يوم الخميس بداية الارتفاع قليل على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، وبالتالي أجواء حارة نسبيا، الشمالية الغربية 33-22، الشمالية الشرقية 32-21، والمنطقة الشرقية حارة نسبيا 38-28، حارة في المنطقة الوسطى 40-27، وحارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الغربية 37-29، وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، العظمى 28 والصغرى 18 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المناطق الشمالية،
بحيث تصبح الأجواء حارة نسبيا، الشمالية الغربية 35 العظمى والصغرى 22، بينما الشمالية الشرقية 33-19 حارة نسبيا إلى حارة في المنطقة الشرقية 36-28 وحارة نسبيا إلى حارة في الوسطى 38-26 وحارة نسبيا إلى حارة في الغربية 37-28 وغائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية 28-17 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.